حبايب قلبي زيزي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بقى اللي انتوا بتحبوه دايما دايما، فيديو اسعار الخضار والفاكهه النهارده من السوق. طبعا انا كنت صورت لكم الفيديو بتاع السوق نفسه، اللي ما شافوش هتلاقوه في اول تعليق مسبب. يلا بقى حطوا لايك واعملوا شير عشان تشوفوا جيجي شاطره ولا لا وجابت ايه من السوق. يلا بينا عشان هبهركم، يعني هبهركم حبايب قلبي زيزي. يلا بينا بقى فيديو المشتريات اللي بتحبوه. الفيديو هو هنقول مع بعض اسعار الخضار والفاكهه النهارده، وزي ما شفتوا كده الفيديو زي ما قلت لكم بالاسعار كلها. الفيديو من قلب السوق فين؟ في اول تعليق هتلاقوه ان شاء الله باذن الله. السوق ده فين يا جيجي بقى؟ عشان ناس كتير قوي بتدخل كده تسالني سوق السيده عيشه. انزلي السيده عيشه اسالي على سوق الخضار، سهل جدا. طيب نشوف كده بقى الاسعار بتاعتنا النهارده. معانا الفلفل الرومي والفلفل الحامي، الكيلو ب 10 جنيه. تمام، لسه في الطالع الفلفل، لسه في الطالع اهو. تمام اهو ب 10 جنيه، وعلى فكره لسه هيغلى اكتر عشان تبقوا عارفين، مش الموسم بتاعه لسه. فالفلفل حامي او رومي ب 10، انا جبت كيلو على بعضه كده اهو زي ما انتم شايفين ب 10 جنيه، حبه كده حامي وحبه رومي. الجزر غالي برده، الجزر الكيلو ب 10 جنيه. جبت نص كيلو جزر، تعالوا كده اهو، تعالوا، جبت نص كيلو جزر ب 5 جنيه اهو. انا ما بستغناش عن الجزر في الاكل كله، يعني بحب احطه في الشوربه، بحب احطه في صينيه اي حاجه بعملها، بيديني كده طعم مميز شويه، فما بجيبش كتير عشان ما يبص. الباميه في الطالع طبعا عشان خلاص ماشيه اهي، جبت نص كيلو باميه ب 10 جنيه، الكيلو ب 20 جنيه، خضره وجميله. اللي بتتخزن الحمراء دي يا جماعه مش ام شوك، لو عايزه تخزني يعني تلحقي تخزني لك شويه رمضان ولا حاجه. ده نص بخمسه. جبت ايه تاني يا جيجي؟ جبت لكم كوسه، شفتوا انتوا الكوسه في السوق كانت الصغيره الحشو ب 12 جنيه، دي الكبيره، دي بتاعت الطبيخ، انا جايباها عشان اطبخها عشان اعمل منها شوربه خضار، وعايز اعمل صينيه تورلي باللحمه، ان شاء الله لما اعملها بقى اصورها لكم كمان. الكوسه الكيلو من دي الكبيره دي، بس كبيره بتلمع مش بايظه، ب 6 جنيه، تمام؟ جبت كيلو ب 6 جنيه. زي ما قلت لكم قبل كده، انا بجيب الحاجه اللي انا عايزاها، مش لازم اجيب الصغيره علشان اغلى، بالعكس انا بجيب الحاجه اللي ماشي بيها نفسي. البتنجان شايفين بيلمع وجميل وخفيف، تنقي بقى البتنجان ازاي؟ بص يا ستي، تنقي البتنجانه خفيفه ما تكونش تقيله، كمان تكون بتلمع بالشكل اللي انت شايفاه ده. الكيلو البتنجان ب 6 جنيه ونص، جبت كيلو ونص بتنجان ب 10 جنيه. البتنجان برضو لسه في الطالع، في حاجات كده في الطالع بس يعني الدنيا حاسه ان هي هديت شويه صغيره. البطاطس زي ما صورتها لكم في السوق، البطاطس بتسعه وبتمانيه، انا جبت ام 8 جنيه، جبت الوسط ام 9 جنيه، لقيتها كبيره قوي ومش عجبتني، جبت الوسط دي ب 8 جنيه اهي. جبت دول 2 كيلو ونص تقريبا، دول عاملين 20 جنيه. الطماطم، والطماطم هديت كتير الحمد لله، عن الاول كانت ب 10 و8، النهارده ب 6 ونص، احلى طماطم ب 6 جنيه ونص، وفي بخمسه تحفه برده ملهاش حل، بس انا بصراحه جبت من ام 6 ونص عشان تبقى ناشفه معايا، الثانيه حسيتها صفرة اكتر ام 5، فما حبيتش ان انا اجيبها، واللي لقيتها حمراء لقيتها طريه شويه، فدي انا جبتها ب 6 ونص، تمام اهي زي ما انتم شايفين. جبت دول 3 كيلو، 3 كيلو ب 20 جنيه اهي، طماطم زي الفل، تبقى كمان مسكره وحلوه. بصوا بقى ده بقى الدمار الشامل بقى، ايه هو بقى؟ الخيار. بصوا بقى يا جماعه، الخيار رخص قوي في السوق اليومين دول، حلو قوي طبعا، كان وصل 12 و15 و10 ومش حلو، تمام؟ النهارده احلى احلى خيار ب 6 جنيه ونص، احلى خيار. بصي ده ب 6 جنيه ونص، بصي عامل ازاي؟ شايفه؟ ايه بقى المفاجأة في كده يا جيجي؟ المفاجأة بقى اللي انا هعمل لكم الفيديو اللي جاي يا جماعة، فيديو بقى استنوه، هخلي لكم الخيار البلدي ده يقعد عندك لمدة سنة كاملة، سنة كاملة يفضل عندك خيار ما يتراش، ما يتهريش، ما يحصلوش أي حاجة، بما إن هو رخيص اليومين دول، نقدر إن احنا نخلل ونشيل رمضان؟ آه طبعًا نقدر إن احنا نخلل من دلوقتي ونشيل رمضان، طبعًا عادي خالص مفيش مشكلة. هوريكي أهم حاجة تمشي على نفس التست. ناس كتير جدا 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 عملت الخيار اللي انا عملته من السنه للسنه، وعملته يعني من قبل رمضان بكتير بكتير بكتير،
وقعد معاها لحد رمضان وبقى يقرمش، وكانت بتدعي لي جدا جدا في التعليقات. عايزه اقول لكم ان اصلا فيديو تخليل الخيار لمده عام كامل بطريقه مطبخ جيجي على قد ايدي جايب اكبر نسبه مشاهده الحمد لله. فبجد يا جماعه جربوه مش هتندموا ابدا. هعمله لكم فيديو جديد عشان اللي مش عارف يجيب الفيديو القديم، هقول لكم بقى ازاي بما ان الخيار اليومين دول رخص انا جبت شنطتين، شنطه للبيت وشنطه علشان اخللها معاكم ان شاء الله باذن الله، واقول لكم ازاي يقعد معاكي سنه كامله ويبقى زي بتاع السوبر ماركت بالظبط اللي بتشتريه وبيبقى محطوط على الارفف كده معلب من السنه للسنه ومن السنتين كمان، وبيبقى مكتوب عليه صلاحيه 3 سنين. هقول لكم على السر اللي بيخلي الصلاحيه بتاعته حلوه والقرمشه، هتعرفوا كل حاجه. استنوا الفيديو حطوا لايك النهارده كتير قوي 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 للفيديو عشان عايزاه يوصل لاكبر عدد من الناس. ده ب6.5 جنيه، ده ب5 جنيه اهو، بصي كبير شويه اهو، ده ب5 وده ب6.5 جنيه. انا جبت ده علشان هخلله وده علشان البيت، فده 2 كيلو ب10 وده كيلو ونص ب10 تمام اهو. جبت طبعا البصل، كل ما بيقل من عندي البصل بجيب بصل على طول. البصل النهارده الحلو التفاحي الجميل ده النهارده ب3.5، جبت 3 كيلو ب10 جنيه. كل ما بنزل بجيب 3 كده، اخلف لي 3 في 3 في 3 عشان مش مره واحده ما الاقيش في بيتي بصلايه، بتبقى ازمه تمام. الحاجه يعني لازم تبقى دايما في البيت. تعالوا بقى نشوف اسعار الفاكهه وايه الفاكهه اللي انا جبتها وايه فاكهه الموسم. يلا بينا حطوا لايك. ده ان انا كنت عند بتاع البلاستيك، والبلاستيك يعني فوبيا، يعني هنتخانق تاني انا وشريف اكيد عشان كل ما يشوفني اجيب بلاستيك مسميني جيجي بلاستيك. يلا بقى، بس انا بقى المره دي مش مستحيل ان هو يرمي لي البلاستيك ده. ليه بقى؟ انت ايه اللي انت جايباه ده اصلا يا جيجي؟ ايه اللي انت جايباه ده؟ انت رايحه سوبر ماركت يا بنتي؟ ايه اللي انت جايباه ده؟ ده استخدامه ايه اصلا؟ بصي بقى يا ستي صلي على النبي، انا اصلا كنت عايزه 4، هو الواحد ب12.5، ده كبير على فكره مش صغير، ده باسكت كبير. ده ب12.5، قلت لها ادينا 4، قالت لي مفيش غير 3، قالت لي في الوان ثانيه وانا كنت عايزه الازرق بس. المهم ايه، جبت الثلاثه دول، قلت لما تجيب ثاني هجيب ثاني، ما انا مش هسكت عشان ده الفكره اللي جات لي هتعجبكم قوي. بصي بقى يا ستي، احنا هناخد الباسكت كده وطبعا هيتغسلوا ويتنضفوا كله تمام. طيب هتستخدميه بقى في ايه؟ بصي بقى، بس الابهار بقى ماشي. ده يا ستي انا هاخده كده اهو تمام، في الدرج، في عارفين انتوا درفه المطبخ من تحت، هعمل ايه؟ هحط فيه، هلم فيه كده اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين الزيت والازايز، الزيت وازايز الخل وازايز كل حاجه، هعمل واحد كده اهو مثلا، يعني اخليه خزين تمام. ممكن نحط كمان دقيق اهو، بصي كبير بيشيل قد ايه شايفه، بدل الكركبه والنعكشه، ودي اكياس المكرونه، بصي هيشيل معايا كتير جدا ما شاء الله، يعني ده لسه واسع، وده عندي ملح، بصي اي حاجه بقى. بصي تخيلي انت لمملك دوشه كبيره جدا، دي اول حاجه يعني. وايه بقى الحلو بقى في كده؟ بصي بقى ان هو بتطلعيه، يعني انت ممكن تدخليه وتطلعيه تسحبيه زي الدرج كده، يعني انتوا فاهمين وجهه نظري؟ بدل ما اجي اسحب الازازه، لا الازازه اهي محطوطه محكمه مش هتقع جوه الدرفه بتاعت الخزين او جوه الحاجه، فهيبقى محكم. ان انا اشده كده زي درج وهدخله تاني. ممكن كمان ان انا اعمل واحد للمنظفات نخليه تحت الحوض او قريب من الغساله. فاهمين افكاري ولا مش فاهمين؟ يعني ده مستغل وسعره كويس جدا، 12.5 جنيه، مش غالي وكبير. بصوا ده لسه حطي فيه بقى سكر وحطي فيه امليه، ده كبير جدا، انا مش عايزه اقول لكم هو كبير قد ايه. كمان ممكن نستعمل في فوط الحمام تمام، ممكن نحط الفوط بتاعت الحمام لو عندك من فوق كده اهو، تحطيها بدل ما تقع. ممكن ان انت تستعمليه كحاجه تحطي فيها، يعني خليه حاجه خزينيه جوه الدولاب، حتى يعني جوه الدولاب بتاعك لو حاجات مثلا شرابات بتروح، ممكن نستعمله لكتب الولاد. والله الفكره، والله فكره، استنوا انتوا يعني جيتوا في جمل اهو. بصي يعني بدل ما مش نجيب كرتونه وتتقطع، نجيب واحد كده اهو ونروح جايبين الدوشه دي كده اهو اللي عندنا دي ونروح حاطينها بالشكل ده، ايه رايكم؟ وتالي مفيش احلى من كده، شايفين يعني المنظر اللي عندي المنيل ده لما كده كل واحد كده يبقى معاه وشكله حلو لما يتحط تحت مكتب او فوق مكتب وجنبيه الادوات وجنبيه الحاجه. طبعا احنا ابتدينا الدروس يعني، فلا طبعا تحفه 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 تحفه، فمش هيتخانق اكيد معايا المره دي. وهقول لكم برده الاخبار وهجيب منه تاني، يعني هقول لكم الاخبار يا اتخانقنا عشان البلاستيك ولا لا، وهقول لكم برده يعني اخباره ايه معايا، الباسكت ده كويس ولا لا وعملي ولا لا. يعني دي كانت الافكار بتاعتي، انا شايفه ان هو هيفيدني في حاجات كتير جدا.
وقولوا لي برضو في الكومنتات، بحب رأيكم وبحب اديكم افكاري. وبقى انا يعني اليومين دول بحب اهتم بالفاكهه اكتر، لان اكتر وقت بيبقى فيه موسم الفاكهه موجود منه كل الفاكهه، ليه ما نبقاش عندنا كل انواع الفاكهه كده في الموسم بتاعها. وكمان طبعا قيمه غذائيه عاليه والكلام ده كله. طيب اول حاجه جبت التفاح ده، تمام. انا كنت جبته قبل كده على فكره، هو مسكر وحلو قوي ب 17 جنيه، جبت منه كيلو ونص تفاح اهو. جبت كمثرى، الكمثرى ب 15 جنيه، بصوا عامله ازاي، تحفه ملهاش حل، حلوه جدا دي، تلاجه مش خشابي. جبت برضو كيلو ونص. جبت ايه كمان يا جيجي؟ جبت رمان اهو، رمان لو حد بقى عايز يخزن يستنى شويه عشان رمضان، خزن مع بعض اهو، تمام. الرمان النهارده بكام في السوق؟ ب 6 ونص، تمام. جبت دول قد ايه؟ 2 كيلو، 2 كيلو رمان اهو. جبت كمان الجوافه، اليومين دول حلوه جدا جدا جدا، اللي عايز بقى يشيل منها رمضان يشيل من دلوقتي الجوافه عليا انا، لان ابتدت تحلو وابتدت ان هي كمان ترخص. الجوافه اهي بصوا عامله ازاي، طبعا انا جايباها للاكل، دي حلوه جدا، بس في العصير طبعا تحفه ملهاش حل، دي ب 10 جنيه. جبت 2 كيلو ب 20 جنيه. جبت كمان العنب اهو، جبت العنب، العنب الحلو ده اللي هو ده ما فيهوش بذر، ده ب 15 جنيه كيلو. جبت كيلو ونص برضو عنب. بس كده، دي كده كانت المشتريات بتاعتي النهارده، يا رب كده تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم. ناس كتير قوي بتسالني في التعليقات، طب فين اخبار اللحمه واخبار الفراخ واخبار السمك واخبار الحاجات اللي انت بتجيبيها، البقوليات والجبن والحاجات دي كلها؟ يا جماعه مش بجيب الدنيا كلها في يوم واحد، كل ما اجيب حاجه اصورها لكم حاضر، بس انا بما ان انا نزلت السوق فدي الحاجات اللي انا اشتريتها النهارده من السوق. وان شاء الله باذن الله كل ما بجيب حاجه حاضر اصور لكم واعرفكم الاماكن الحلوه والرخيصه. وبحبكم جدا وبحب كل تعليقاتكم الجميله، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وابهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، ولسه الابهار مستمر، وهبهركم يعني هبهركم حبيب قلبي جيجي. مع السلامه.